بعض تصريحاتك تدل على انه انت انسان مو مذهبي، رغم بالعاده رجل الدين يعني ينحاز لمذهبه، هاي هيك شغله، لكن احس انه انت قومي مرات اكثر ما انت مذهبي، يعني تحكي بالعروبه وبال طبعا صح كلامي؟ هو لازم يكون رجل الدين لازم يكون اول مره يكون عربي او يكون عراقي بلده، وبعدين العرب. انت مؤمن بالقوميه العربيه؟ طبعا. العرب قبل الإسلام، هيا درع الفياض الله يرحمه مال أبو عامر طابين بديوان عندهم تحويلة، وفات سيد درع الفياض طاب قبل أبو وادي، طاب قبل السيد، قالوا لأبو وادي أبو وادي السيد وراء، قالهم يا أبا العرب قبل الإسلام. هي فعلا العرب قبل الإسلام، قبل لا تجي النبوات العرب موجودة طبعا. هو فأنا رجل عراقي، ومن ثم أعتز بعراقيتي وما أقدم على العراق شيء، ومن ثم أنا رجل عربي. البعض يقول لك يؤمن بالمذهبية والعقائدية، وحتى لو أكو مرجع يقلد بنجلاديش يؤمن بأفكار ذاك المرجع وبلد ذاك المرجع على بلده. مثل ما يطلعون رجال دين يقولوا له أنت إذا صارت حرب بين العراق وفلان دولة يقولوا ما أنا مع الدولة الفلانية. هذا على كل العالم يحاكم محاكمة، هذا ما يعتقل. طيب ما هو أحد كل العالم يقدم بلد على بلد.